الزمالك والرجاء الليلة من أجل المركز الثاني. تقام في الثامنة مساء اليوم مباراة الزمالك والرجاء في لقاء القمة والقاع ضمن الأسبوع 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم باستاد القاهرة الدولي. مباراة الزمالك والرجاء الليلة هي المواجهة الرابعة بين الفريقين بمسابقة الدوري، حيث التقى الفريقان 3 مرات سابقا وحقق الأبيض الفوز مرتين، بينما حسم التعادل نتيجة المواجهة الأخيرة بين الفريقين بالدور الأول للموسم الحالي. وقبل انطلاق مباراة الزمالك والرجاء الليلة، يتفوق الأبيض عن منافسه في عدد الأهداف المسجلة خلال المواجهات السابقة، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف في شباك الرجاء خلال المواجهات الثلاثة الماضية، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف. ويعد باسم مرسي هداف مباريات الزمالك والرجاء السابقة بعدما تألق بشدة خلال أول مواجهتين للأبيض أمام الفريق المطروحي موسم 2014-2015، وهو أول مواسم باسم مرسي في القلعة البيضاء، ونجح في تسجيل 3 أهداف وواقع هدفان في مباراة الدور الأول وهدف في لقاء الدور الثاني. اختار الجهاز الفني لفريق الزمالك 19 لاعبا لانضمام لقائمة مباراة الرجاء، وهم أحمد الشناوي ومحمود جنش ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وإسلام جمال وحازم إمام وحمدي النقاز وطارق حامد وأحمد توفيق ومحمود عبد العزيز وأحمد داوودة ومعروف يوسف وعماد فتحي وأحمد مدبولي ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر وباسم مرسي ونانا بوكو ويوسف أوباما. أعلن الجهاز الفني لفريق الرجاء ضم 20 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة الزمالك، وهم محمود كوكو ومحمود الزنفلي وأحمد عبد الواحد وعبد الحميد سامي ومحمد جبر وعلي العربي ومحمد طارق وأحمد سعيد أوكا ومحمد يسري وبلال جمال ومحمود صبري ومحمد عبد الله وديفيد إيفوي وهشام فتح الله وغازي بن لطفي ومحمود المغربي وأحمد مصطفى وستيفن بافور ومحمود عبد العاطي وحمادة ناصر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.